مكتبة أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ سيتم إتاحتها للجمهور بعد إهدائها لمكتبة اسكندرية، ودي في الحقيقة خطوة مهمة جدا. يمكن شفنا قبل كده مكتبة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل اللي تم إهدائها لمكتبة اسكندرية، يمكن أنا كمان يعني كان ليا الحمد لله الحظ إن أنا أروح وأشوفها، وشفت إزاي كم الكتب اللي حطها هذا الرجل اللي عاش سنوات وأرخ لحقبة مهمة جدا موجودة قدام عيني. النهاردة هنشوف المكتبة اللي صنعت الأدب اللي كتبه العالمي نجيب محفوظ، إزاي هتتيح للأجيال الجديدة إنها تتعرف عن قرب على كيف كان يفكر هذا الأديب وكيف فاز بجائزة نوبل. طيب الخطوة دي قد إيه مهمة؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. دكتور أحمد صباح الخير على حضرتك. أهلاً يا فندم، صباح الخير. صباح الخير عليكم. أهلاً. خلينا نتكلم على طول عن أهمية خطوة إهداء مكتبة أديب نوبل نجيب محفوظ لمكتبة الإسكندرية. طبعاً نجيب محفوظ أديب عالمي، و الشهرة بتاعته يعني طبعا مؤكدة، وهو عمل أعمال كتيرة جدا يعني في حياته، يعني ظل يقدم نموذج في الحياة يعني يجب أن احنا نتعلم منه. كل ده رموز مهمة جدا واحنا بنتكلم على مكتبته، لأن المكتبة ليست مجرد مجموعة كتب هو بيقتنيها، وإنما هي مكتبة الرجل الكبير اللي قدم نموذج جميل في الحياة وقدم يعني أعمال متميزة وفاز بجائزة نوبل. فإحنا هناخد المسألة بهذا الشكل، يعني ليست مكتبة فحسب، وإنما إحنا هنحاول في المكتبة إن إحنا نضع الكتب دي في إطار مفهوم عام يقدم للزائر إلى المكتبة نجيب محفوظ كل تفاصيل حياته. هنعمل فيلم عنه، هنعمل ركن خاص للكتب، هنعمل نعرض الصور اللي احنا خدناها مع الكتب بشكل او اي وثائق احنا خدناها برضو. احنا ما فيش وثائق كتيره، بس في بعض شهادات تقدير وفي بعض حاجات يعني احنا لقيناها بالصدفه كده داخل الكتب. فكل ده هنحتفي بيه وهنعمل ان شاء الله كده احتفال. طب لما بعد شهر ولا حاجه نقدم فيها هذا الموضوع الى الجماهير يعني هي لسه دلوقتي لغايه دلوقتي ما تمتش. طب انا لما شفت مكتبه حسنين هيكل شفت يعني شهادات التقدير، شفت صوره مع جيفارا مع رؤساء الدول انذاك، شفت الكتب اللي بتمثل الحقبه اللي هي الستينات والسبعينات من تاريخ مصر والعالم. مكتبه نجيب محفوظ اهم ما يميزها ايه؟ يعني ازاي نخش لعقل او لفكر اديب نوبل كيف فاز بالجائزه؟ المكتبه فيها تنوع كبير جدا في موضوعات الكتب اللي هي موجودة فيها، فيها قواميس وفيها كتب مكتوبة بلغات مختلفة، يعني مش لازم كلها عربية. فيها حاجات قديمة وحاجات حديثة كلها. أهم ما يميزها إيه يا دكتور؟ يعني روايات منين؟ كان بيقرأ لمين؟ كتاب من أي جنسية؟ أهم ما يميزها أنه كان مغرم طبعا أكثر حاجة فيها فلسفة. يعني فيها اهتمام كبير جدا بالفلسفه واهتمام كبير جدا بالكتب التاريخيه، التاريخ يعني كتاب قصه الحضاره مثلا، كتب تاريخيه المجلدات المختلفه، وهو كان بيحفظ الكتب بطريقه محترمه يعني ما كانش بيفرط فيها بشكل، فالكتب محفوظه بشكل كويس. في كتب مكتوبه عنه وهو معتني بيها جدا، في كتاب كبير كده ومصور ومكتوب بلغات مختلفة، يعني فيها مجموعة من الكتب اللي احنا نعتبرها كتب نادرة، بمعنى ان هي كتب في الكتاب النادر، يعني الكتاب اللي موجود منه نسخة واحدة ما فيش غيرها، ففيها عدد من الكتب اللي ممكن نعتبرها كتب نادرة يعني. فطبعا احنا هنحتفظ، وزي ما حضرتك بتقول كده احنا بنحفظ الكتب بشكل متميز جدا. وبعدين مهم جدا للشباب ان هم يعرفوا مين هيكل ومين نجيب محفوظ ومين بطرس غالي ومين، يعني الناس المحترمين اللي لعبوا دور في تاريخ مصر. احنا بنعرض شغلهم اذا اهدي الينا في المكتبه، بحيث انه احنا بنستقبل في المكتبه كل يوم حوالي 2000 واحد من المصريين، وبنستقبل حوالي 700 واحد من الاجانب. فلما خلينا في المصريين على الاقل ان هم الشباب بس يعرفوا، والاطفال الصغيرين اللي جايين من المدارس اللي ما عرفش نجيب محفوظ يعرفوا،
ويقدر يدرك، واحنا نعمل تمثال لنجيب محفوظ بحيث ان احنا يبقى موجود بالكتب، وان شاء الله هنقدم الكتب دي بطريقه ثقافيه فيها رؤيه شموليه لتاريخ الرجل وانجازاته الاساسيه في المشروع الثقافي المصري. طيب اختيار اهداء المجموعه كلها لمكتبه الاسكندريه، بنشوف كتير من اهالي المؤثرين بشده من العظماء ومن الكتاب ومن المحللين السياسيين ومن الفنانين وغيرهم، اهلهم بيفضلوا اهداء مكتبتهم بحيث انها تبقى منفعه عامه. الاختيار بيتم على اساس ايه؟ لماذا تم اختيار مكتبه الاسكندريه بالاساس؟ هو اولا مكتبه نجيب محفوظ هي في مقتنيات كانت عنده وكانت موجودة عند أولاده وبناته، يعني تم إهداء جزء كبير جدا منها لوزارة الثقافة من قبل، وفي كتب أيضا موجودة، ووزارة الثقافة قامت مشهورة بعمل متحف لنجيب محفوظ، وده عدد من الكتب كان باقيا في مكتبة في مكتبة نجيب محفوظ، فهو ده اللي تم اهداؤه لمكتبه الاسكندريه. يعني طبعا المتحف دايما مش بيضم كتب، المتحف بيضم مقتنيات، يضم حاجات ماديه، انما الكتب المكتبه تبقى اولى بها، يعني المكتبه تبقى قادره اكتر على حفظها. يعني بالفعل يعني مكتبه الاسكندريه هي فعلا يعني من اهم المنابر الثقافيه في مصر، هي مش مجرد مكتبه فيها كتب، لا هي حاله خاصه فيها عدد كبير جدا من الاشياء، فيها 56 مجموعه لكتاب اخرين من ابرزهم زي ما قال الدكتور احمد زايد، بطرس غالي، محمد حسنين هيكل، وانضم اليهم مؤخرا الكاتب العالمي المصري نجيب محفوظ الحائز على جائزه نوبل بعد اهداء السيده ام كلثوم بنته لمقتنيات هذا الكاتب الى المكتبه. مشكورك دكتور احمد زايد مدير مكتبه اسكندريه على هذا الحوار.